الخبر الاول اللي عدنا عن اسو افتتح القناه الجديده، فاسو قررت انه تفتح قناه جيمنج واللي هي عنوانها اسو جيمنج. بحطكم رابط القناه بالوصف، اتمنى من الكل يروح يفجرها ونحاول نوصلها ل 100,000 مشترك بسرعه وقت. واكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شركم بالفكره اللي سوتها، وطبعا الوفقه يا رب وان شاء الله تنجح. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر عدنا هو احمد ابو روب. فاحمد ابو روب نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات على من خلال انه راح ينزل مقطع يهبط بي بي سان اسماعيل وانس الشايب واحمد حسن وزينب. راح ينزل مقطع باكر، ويوم السبت هم راح ينزل مقطع يكون عباره عن الطبخ. بحطكم هذه الستوريات تشوفوها. احذروا الفيديو الجاي عن مين؟ اجتماع العمالقة العملاق العملاقة العملاقة والعملاق العمالقة كلهم. وبشركم الفيديو اللي بعده يعني بعد العمالقة فيديو طبخ حيكون يوم السبت. فيديو الخميس اجتماع العمالقة، السبت طبخ. يعني اشي فاير، يعني اشي خرافي. اما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فيه نور ستار، نور ستار نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات ويا بنيه اسمها روان، ولا من خلال انه قاعدين يجهزوا لنا مقاطع واشياء ناريه خرافيه. رحتكم هذه الستوريات شوفوها. لكم في مفاجاه، وهاي المفاجاه هلو يوم اني معزومه عند روان. يلا من زارنا، فطوري جنن وفلوجي جنن، ترقبوا الفلوج. ستي تون ستي تون، تعلمنا اشياء حلوه. ام جوعانه، كلش جوعانه. بتكون جاي ولا لحم؟ خليش يكون الفلوجر. لحم لحم لحم. المهم جايز سو ترقبوا. وثانك يو روان على زوم الحلو. انتو ثانك يو فور كومينج، نورتيني حبيبتي. الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين وتهجمهم وفضيحتهم النور ستار. نور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي كان بهذه الصوره، وكل المتابعين لاحظوا انه نور ستار نوعا ما كان ملابسها شفافه ومبين ملابسها الداخليه. فكل ما صار يتهجم عليها انه الدنيا رمضان وانت قاعده تلبسين هيك لبس، مثل ما شايفين يا حبايب حاليا بالصوره. وطبعا يتهجمون عليها من جمهور نارين بيوتي، واللي صار يستهزئون بها انه دموعش حقيقيه. ومن هذا الكلام اللي يتهجمون به على نور ستار، فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شاركوا هذا الخبر وشو رايكم اللي سوته نور ستار وباللبس اللي تلبسه برمضان، وهل الهجوم استحقه. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين غيث مروان ونارين بيوتي على مو فلوجز. بسبب تقليد غيث مروان نزل على سبب الانستغرام هذا البوست اللي كان بهذه الصوره، وبعدها تقريبا بس بيومين مو فلوجز نزل على سبب الانستغرام هذا البوست اللي كان بهذه الصوره، واللي كان تقريبا نفس صوره غيث مروان. فهنا الشخص صار يتهمون انه هو قاعد يقلد، وانه غيره من غيث مروان يتهجمون عليه، ونفس الشيء طبعا من جمهور نارين بيوتي. طبعا هو من الناس قاعد يقولون حاليا ان نارين بيوتي واساس غيث مروان يحبون بعض. اكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر، هل يستحق مو فلوجز التهجم يتعرض له او لا، وهل تشوفون انه هو فعلا كان يقلد او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن باريتيوب، فباريتيوب نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات كالعاده قاعد يقول قصص رمضانيه بطريقته اللي تجنن. راح احطكم الستوريات اللي حابين نشوفها كامل. 12 ولا اي وقت كذا اشوفه كويس. مرحبا بكم في برنامجكم خواطر وباري. يا معشر النقص، اللي بنتكلم عنه اليوم كان اشهر طاغي على وجه الارض. كان يقتل الناس بطرق الواحد ما يقدر يفكر فيها، كان كريستيانو الإجرام أحبتي في الله. اليوم بنتكلم عن الإمبراطور كاليغولا. كاليغولا ذا مسك حكم روما بين عوام 37 ل 41 ميلادي، وما كان طفل عادي يعني. جده الأكبر كان يوليوس قيصر. يوليوس ذا كان جون سنو حق روما، مدرك أم المضاربات، مهجد الشعب. ولد اخته كان القيصر نيرون اللي حرق روما وهو يغني، حرقها بس كذا عشان ينبسط، اسمه حريق روما الكبير اذا تبغوا تقروا عنه. كاليغولا في بداياته كان كويس، الرومانيين كلهم كانوا يحبوه، بس في يوم من الايام كاليغولا مرض وشخصيته تحولت 180 درجة. كاليغولا طلع من قصره وقال: اي اسمع انت هو، اي انا الاله. اول ما قال كذا الرومانيين قالوا: Here we go again man. لانه كل شوي الامبراطور يكون كويس في البدايه، بعدها ينجن ويصير طاغيه يقول انا الاله. شحط كاليغولا بدا يفسد في الارض، بنى لنفسه تماثيل ضخمه داخل المعابد عشان الناس يعبدوه، وامر الجنود انهم يقتلوا اي واحد اصلع. ايش تتوقع السبب ليش يقتل اي واحد اصلع؟ بس كذا، لانه يكره الصلح، مع انه كان اصلع يعني الادمي مختل تمام. وقفل جميع مخازن الغذاء عشان تصير مجاعه كبيره في بلده. وايش تتوقع السبب برضه؟ بس كذا، عشان يستمتع يشوف الناس تموت. وقف في المنبر وقال: انا بكون بديل لكم عن الطاعون. الناس قالوا: قال ديم شحط. بعضهم بدا يشرد من روما. في يوم من الايام كاليغولا سوى فيها انه قاعد يموت، قاعد في سرير وقال سوى فيها انه قاعد يموت تمام. الناس اللي معاه قالوا: قاد ديم كاليغولا بيموت. بدا يدعو له بالشفاء، وفي واحد قال: يا رب خذني بداله. ما ادري، وما كان يعبد الله يعني، كان يعبد حاجات ثانيه، اله البحر ما ادري ايش اسمه، اله البحر. وهم يدعوا له قام كاليغولا وقال: اوكي انا استجب دعواتكم لانكم مسوي فيها اله، عارفين كيف. قام قتل اللي قال الله ياخذني بداله، ويقول لك كان معجب باخلاص الرجال ذا وهو يقطع راسه
يا اخي انت مخلص يا اخي، ليش في اللي يا ليت في كثير زيك. في يوم من الايام كاليجولا شاف واحد من اصحابه يشرب دواء، كاليجولا انفجع وحسبه قاعد يشرب عقار مضاد للسم عشان لا يموت اذا اعطاه سم، يعني عقب لانه حسب انه بيحرمه من متعة قتله بالسم بعدين، عارف كيف؟ فقام قتله بالسيف. في يوم دخل كاليجولا المجلس الشيوخ وهو راكب حصانه، وقرر يعين حصانه عضو في مجلس الشيوخ، وقال لهم انه بيسوي حفل بمناسبة تعيين حصانه في مجلس الشيوخ. جاء يوم الحفل وجو الشيوخ ولقوا كده مائدة كلها تبن وشعير، قال لهم كاليجولا لكم الشرف انكم تاكلوا نفس اللي ياكلوا حصاني تبن وشعير يا تبن. الأعضاء كلهم بدأ ياكلوا تبن لأنهم خايفين منه، ما عدا واحد اسمه براكوس، من اسمه تعرف انه من جد حق فزعات، عارفين كيف؟ براكوس ذا صيح وقال يا معشر نقص روما، ليه متى نكون خاضعين برود كاليجولا الحمار ده؟ شحيط رمى الزنوبة في وجه حصان كاليجولا. بقية الأعضاء لما شافوا شجاعة براكوس كلهم قاموا وقتلوا كاليجولا، وبرضو قتلوا حصانه وزوجته وبنته اللي كانت معاها سنة المسكينة وما كان لها صلاح. وبس والله وصلت المقطع حبايب، اتمنى المقطع عجبكم، تحطون لايك تشتركوا بالقناة تشتركوا بالقناة اسهم بالوصف. وبس جاكم فيزي مخاطب من القصص، ومع السلامة.